بمناسبة العيد 30 لتأسيس محطة تيلي لوميير والذكرى 19 لتأسيس فضائية نورسات، هنأ رؤساء الكنائس المحلية مكتب نورسات الأردن من خلال رسائل صوتية ومكتوبة بذكرى إطلاق مجموعة فضائيات نورسات في لبنان، وأيضا إطلاق فضائية نورسات بالإنجليزي، متمنين لكافة العاملين في هذه القنوات دوام التقدم والتوفيق، حيث تتزامن هذه الذكرى مع الاحتفالات بعيد العنصرة. دعينا الله تعالى أن يزيل هذا الوباء من العالم وأن يحفظه من كل شر. بدي أهني تلفزيون تيلي لوميير لأنه صلكم 30 سنة بعمل مميز. أنتوا نورسات عمالكم بتعملوا عمل ريادي في العالم كله في نشر الكلمة، فبتمنى لكم عيد مبارك، إنجازات فوق إنجازات، ربنا يباركها ويعطيكم الصحة والقوة حتى تستمروا. وكمان تمنياتي ومباركتي لمدير المؤسسة السيد جاك. كمان تأسيس تيلي لوميير اللي أصبحت نورسات قبل 30 عاما هو حدث تاريخي على مستوى الشرق الأوسط. أصبح للكنيسة فضائية تعبر عن صوتها. خلال هذه الفترة تيلي لوميير ونورسات نقلوا للعالم كله كلمة الله، رسالة الإنجيل، رسالة المحبة. وهذه القناة الفضائية على غرار الفضائيات الأخرى المسيحية أبدعت في فترة الصوم الأخير وفترة الأسبوع المقدس والزمن الفصحي، لأنها نقلت الاحتفالات إلى البيوت. فبينما أغلقت الكنائس بسبب الجائحة، حولت نورسات كل بيت إلى كنيسة. وعلى ذلك ولذلك نشكر نورسات للجهد التي قامت به. وباسم كل المؤمنين أشكر تيلي لوميير وفضائية نورسات، وأتمنى لها دوام الاستمرارية. مبروك، كل عام وانتم بخير. نتقدم بأسمى التبريكات وأرق التهاني إلى تلفزيون تيلي لوميير بمناسبة الذكرى 30 لانطلاقه، وأيضا إلى فضائية نورسات بمناسبة الذكرى 19 لانطلاقها. هذه الفضائية التي على مدار هذه السنوات أثبتت أنها نور يشع إلى كل العالم، إذ من خلال كل النشاطات والقداديس التي تنقلها عبر هذه الفضائية كلنا وجميعنا الرب أعطانا أن نتعرف على النشاطات الروحية في كافة بلدان العالم. وبالحقيقة نحن في الأردن محظوظين وممتنين جدا من مكتب فضائية نورسات الأردن بشخص مديره الدكتورة باسمة السمعان وكافة الموظفين والعاملين معنا، إذ أنهم لا يألوا جهدا أن يتواصلوا مع كل الكنائس هنا. جميعنا نحن نقدر ونثمن فضائية نورسات، ونصلي إلى الرب الإله أن يمنحهم دائما حياة مباركة، صحة وعافية، نجاحا وتألقا مستمرا، وأن يبارك الرب دائما وأبدا في هذه الفضائية، وإلى مزيد من النجاح والتقدم. وكل عام وأنتم بألف خير.